مشاركتنا في هذه الوقفة هي مشاركة رمزية من أجل احتجاج على ما وصلت إليه جماعة حربية التمنصورت من هذا الوضع البائس المتمثل في الاختلالات الخطيرة التي أصابت الجماعة من جراء التصرفات ديال المسؤولين في هذه الجماعة وعلى رأسهم الرئيس الذي هو بالمناسبة يحال على المحكمة لكي تقول كلمتها في ما قدمت يده من اختلالات ومن فساد. فالتزوير الوثائق وال يعني واحد العدد ديال الجرائم تتعلق بالفساد يجب ان تقول العداله كلمتها كلمه الفصل فيها. نحن في دوله الحق والقانون، ومن ضمن مرتكزات دوله الحق والقانون ربط المسؤوليه بالمحاسبه وكذلك عدم الافلات من العقاب. المغرب مصادق على واحد العدد ديال القوانين الدوليه وقوانين ديال حقوق الانسان، وبالتالي نحن نعتبر جزء من الجبهه المناهضه لكل اشكال الفساد، وبالتالي لا يمكننا ان نسكت على ما قدمه المجلس الذي يقود جماعه حربيه التمنصورت من فساد ومن اختلالات. يجب ان يحاسب كل من هو مسؤول على ما يقع الان في هذه الجماعه. سعيد العطشان، فاعل جمعوي، نشارك اليوم مع مجموعه من فعاليات المجتمع المدني بمنطقه تمنصورت حربيل من اجل نقول للجميع، لكل المسؤولات والمسؤولين، ان منطقه تمنصورت تعيش على وقع الاحتقان، تعيش على وقع سوء التدبير، تعيش على وقع السرقات، وما يمر اليوم بمحكمة الاستئناف إلا نموذج من النماذج التي احتج ويحتج عليها نساء ورجال منطقة تمنصورت. لذلك نقول منطقة تمنصورت تستحق الأكثر، تحق أن ينظر إليها كمنطقة واعدة تستحق أن نهتم بها جميعا، تستحق أن نضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه أن يسيء إلى هذه المنطقة وإلى منطقة مراكش كمدينة مراكش كمدينة عريقة ضاربة في جذور التاريخ. يعني تستحق منا أن نتعاون جميعا من أجل أن نعيد لها ذلك الرونق، ذلك البهاء، لأنها مدينة تستقبل الجميع وتفتح أحضانها للجميع، ولا يمكن إلا أن نكون معا وجميعا من أجل الضرب على كل من سولت له نفسه أن يسيء إلى هذه المدينة وأن يسيء أيضا إلى منطقة تمنصورت. شكرا. الأستاذ محمد مروان من فعالية النسيج الجمعوي في مدينة تمنصورت. احنا الآن بصدد تنظيم أو احنا منظمين الآن وقفة احتجاجية صامتة تعبيرا على ما نكابده وعلى موقفنا بالنسبة لما نكابده بمدينة تمنصورت وضواور جماعة حربيل. احنا هذه الوقفة تنظمها وهي وقفة احتجاجية صامتة تتزامن مع محاكمة رئيس الجماعة وموظفة اللذين تم اعتقالهما في حالة تلبس بتلقي رشوة وتهمة النصب وتزوير وثيقة صادرة عن إدارة عامة واستغلالها واستعمالها. إذا اللي كاين حنا هاد الوقفة هذه كتزامن مع هاد يعني هاد الجلسة هذه، هذا باش نوصلوا ودايرينها يعني وقفة صامتة اعتبارا لهذا المرفق اللي هو محكمة، وتقديرا واحتراما له لهذا المرفق اللي هو محكمة الاستئناف مراكش، حتى ما نديروش واحد النوع ديال الإحراج ويعني أنه يكون شي حاجة اللي هي تسيء لنا، بل بالعكس درناها صامتة، ومن والصمت هو لغة العظماء، ومن خلال هذا الصمت نوجه خطابنا لكي يعني ترفع عنا الضرر اللي هو على الاعناق ديالنا منذ تولي المجلس الحالي على رئاسة على تدبير الشأن العام بجماعة حربيل. هذا المرفق العام الذي استشرى فيه الفساد في جميع دواليبه، وحنا الآن
هذاك الشيء اللي تيترتب على سميتو بدليل انه راه تم الاعتقال ديال الرئيس وتم الاعتقال ديال هذيك الموظفه، ولكن نطالب باكثر على انه هذا مطلب، يعني كنعتقدوا على انه من حقنا على الردع ديال المفسدين حتى يكونون عبره لمن لا يعتبر. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه.